سبعة يعني يا حب يا يعني. مهرجان كونوليا الدورة الثانية كونوليا سبعة عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في روبريك أمل في الكتب ضمن مهرجان كونوليا اثنين اللي تنظموا جمعية فني رغم عني. اليوم جيتوا باش نهزكم معايا الكاتب كردي اللي هو بيختار علي، وباش نحكي لكم على الكتاب هذا اللي هو آخر رومانات العالم. آخر رومانات العالم هي للكاتب بيختار علي، ترجمها عن الكردية عبد الله شيخو وإبراهيم خليل. الكتاب هذايا هو كتاب رواية معناها تلخص الثورات، تلخص الحرب، تلخص الناس المشوهين اللي يتشوهوا في الحرب، اللي يتعرضوا للعنف، تلخص زادة كل وين يولي عندك نفوذ سياسي، شنية تنجم تعمل، معناها وين تنجم توصل. الكتاب هذا يحكي لنا على بو. بو كان عنده معناها هيبة في السياسة، كيفاش اعتقلوه. يحكي لنا من الأول كيفاش ولا صديق في المنفى متاعو، كيفاش ولا صديق الرمل. معناها يبدأ يوصف لك في الرمل اللي انت تحسه شخصية بالرسمي من كثرة الوصف متاعو. الأب هذايا باش يخرج من المنفى متاعو، باش يخرجوا صديقه، وكان عايش على أمل واحد انه هو يلقى ولده. لهنا في الرحله متاعو هو يلوج على ولده، باش يلقى ثم ثلاثه اولاد مولودين تقريبا كيف عندهم نفس الاسم متاع ولده. والثلاثه هذوما باش نعرفوا حكايتهم وقت اللي البو يمشي يلوج على ولده. الثلاثه هذوما يعطيو الصوره صورة الإنسان، معناها خاطر كل واحد وحكايته. باش نلقاو واحد من الأبناء اللي هما الاسم متاعو هو سرياسي، اسم الطفل سرياسي صبحدم، الأسماء كردية خاطر. هما ثلاثة، ثم شخصية منهم نلقاو تمثل العاطفة متاعنا، شخصية تمثل العقل، كل شخصية فيهم وحكايتها. باش نلقاو الكتاب مليان معناها فيها، نلقاو فيه كيف ما قلت لكم الحروب، نلقاو فيه الحب، نلقاو فيه الأبوة. وباش نسافروا مع البو هذا اللي باش يلوج على ولده، وباش يلقى ثلاثة شخصيات عندهم نفس الاسم، وتقابلوا ثلاثة شخصيات هذوم مع بعضهم. كان تحبوا تعرفوا شنية حكاية آخر رومانات العالم، خاطر حتى الاسم راهو عنده مغزى. الناس اللي تحب الحاجات هكاية اللي عندها رموز، ننصحكم إنكم تقرأوا الكتاب هذا. العربية متاعو معناها سهلة، تعطيكم زيادة لمحة معناها على ديما نلقاو أكثر الروايات تبحث في الإنسانية متاعنا. وفي الأخر ما بقالي كان باش نقولكم بسلامة، وردوا بالكم على رواحكم، أغسلوا يديكم مليح، ألبسوا بافاتاتكم، والتباعد الجسدي والتقارب الفني والإبداعي. بسلامة. مهرجان كونوليا الدورة الثانية، واجب التعقيم باش نقعدوا في السليم.